سنتعرف على كيفية حساب المدخولات والمخرجات والتخلص من ديونكم قبل دخولكم سن التقاعد مع مستشارة الأعمال ليان الصالحي. صباح الخير لك ليان. أهلا وسهلا فيك. هذا الموضوع مهم جدا، وما بعرف إلى أي مدى هو بحاجة إلى سياسة مسبقة، يعني قبل ما ندخل بفترة التقاعد هل هناك تحضيرات معينة حتى ما ندخل هاي المرحلة بديون؟ أكيد. شوفي صباح الخير، أول شيء إسراء دفنت لي على الواحد ليبلش يفكر بموضوع التقاعد. إحنا نقول هو أول يوم لإلك بسوق العمل، هو اليوم اللي بدك تبلش فيه بمرحلة التقاعد. وزي ما حكيتي ممكن بنواجه صعوبات بانه احنا ما بيكون في عندنا الوعي الكافي بمرحله الدراسه بالجامعه باول سنين العمل، وببعض الاحيان حتى بتلاقي بعض الاشخاص اللي بيعترضوا على موضوع وجود صندوق ادخار او صندوق تقاعد موجود بالشركه، لانه بقول لك هاي المصاري ممكن استفيد منها بدل ما هي تقتطع مني. ولكن فعليا الوعي الكافي عند الاشخاص بانه يكون اني انا من اول يوم لي بسوق العمل هو اليوم اللي لازم ابلش أحوش وأدخر مصاري وأفكر بصندوق التقاعد تاعي وكيف بدي أنا يصير في عندي دخل عندما أتقاعد بسن التقاعد تاعي. هو هذا يعني كل ما بنقول دائما كل ما بلشت أصغر كل ما كان أفضل لإلك بالمستقبل، كل ما كنت أنت تقدر تكون مستقل أكثر لما تتقاعد. صحيح، يعني يمكن يتبين الأشخاص أو يختلف الأشخاص بطريقة تقديرهم لشكل الحياة ممكن يكون بعد التقاعد، حتى النجاح الواحد واستمراره يعني أحيانا ما بيكون عارف متى هو الوقت المناسب حتى يتقاعد، عشان هيك أحيانا بيكون إلزامي من خلال الضمان الاجتماعي وغيرها. إلى أي مدى إحنا ممكن أنه نكتفي بالمخططات يعني الموجودة عند كل الناس وأنه يكون في عنا يعني رضا زي ما بيقولوا، أو أنه يكون في عنا خيارات، أو أنه هناك فعليا العديد من الخيارات اللي ممكن نأخذها؟ طبعا هلا في عدة خيارات ممكن الواحد ياخدها، بس كلياتها بدها الجهد والوقت والتفكير تاع الشخص. فأنت كل ما بتستثمري في وقتك وجهدك مشان تكوني مرتاحة عندما تتقاعدي كل ما كان الموضوع أحسن. إذا بتشوفي إسراء سواء بالجائحة الكورونا أو حتى هلأ مع الأحداث اللي عم بتصير سواء بروسيا وأوكرانيا، في كثير من الأشخاص يلي فعليا ما بيكون عندنا القدرة على التوقع إمتى رح يكون سن التقاعد. يعني بعد جائحة كورونا شفنا العديد من الأشخاص اللي طلعوا من قطاع العمل واضطروا انهم يطلعوا من قطاع العمل وما قدروا يرجعوا، فصار في عندهم تقاعد مبكر لانه صار في نحكي فجوه بين المهارات اللي موجوده عندهم بين المهارات المطلوبه بسوق العمل. فهي الفجوه اللي موجوده اضطرتهم بانهم يتقاعدوا على سن ابكر من السن اللي يتقاعدوا فيها. فهذا الفرق بنقدر نحكي عنه او قلة التحضير لهذا الموضوع هو ما يؤيل لأنه أنا يكون في عندي مشاكل بإني أنا بلا يعني ما يكون في عندي مثلا قروض متراكمة علي في هذيك الفترة، يكون في عندي دخل شهري على القليل يغطي مصاريفي الحياتية اللي أنا بحاجة لإلها. طب إذا كلها هاي أمور حياتية أنا بحاجة لإلها ومضطرة عليها بشكل أو بآخر، فشو نوع التحضير اللي أنا ممكن أعمله حتى أوفر على حالي هاي الفكرة أو هذا العبء بعد التقاعد؟ شو الأولويات كمان اللي أنا لازم أخذها بعين الاعتبار؟ من أهم الأولويات أنا دائما بقولها هي الدايفرسيفيكيشن. في يعني الواحد بأنه يتنوع بأني أنا وين أحط استثماراتي عشان أكون متأكد رح يفوت في عندي دخل. يعني نفترض نمشي بحياة الموظف المثالية أو الطبيعية اللي بتوقعوها الشركات، تخرج من الجامعة فات إلى سوق العمل، فات إلى سوق العمل بلش ممكن هنالك احتمالية بيكون في عندي صندوق تقاعد موجود لنفترض القطاع الخاص. القطاع العام على الأغلب بيكون في عندهم صندوق التقاعد، ولكن القطاع الخاص ممكن الشركة توفر صندوق التقاعد. إذا لم توفر صندوق التقاعد بإمكانك أنت بأنك تشتركي بإحدى أنظمة الشركات اللي بتوفر بأن يكون في عندي صندوق تقاعد بجانب السوشيال سيكيورتي. يعني مين الشركات اللي ممكن يعني شركات التأمين على الأغلب مثلا أو إنها تكون ما هي ناجحة في هذا الموضوع؟ ممكن يعني في شركات عديدة بتوفرها، ولكن منها شركات التأمين الكبيرة اللي ممكن الواحد جد يعتمد عليها بأنه يعرف زي مثلا ما عندنا السوشيال سيكيورتي الضمان الاجتماعي. فالضمان الاجتماعي هو واحد من الأوبشنز الخيارات. في عنا الخيار الآخر اللي هو أنا عن جد أشترك سوى صندوق التقاعد اللي متعلق بالشركة تاعتي، إذا لم تتوفر فأنا بتفرج على صندوق تقاعد آخر. ودائما موضوع التأمين الصحي
لأنه موضوع التأمين الصحي مهم جدا على البعض، يعني على المدى الطويل، لأنه إن شاء الله، ودائما نقولها كما بموضوع تقاعد، ديري بالك على صحتك، يعني كل إنسان لازم يدير باله على صحته، هي واحدة من الطرق الاقتصادية للواحد إنه يقدر عن جد يتحكم بمصاريفه ومستقبله بالضبط، مشان يوفر على حاله عبء المرض إن شاء الله. يعني إن شاء الله. طيب خلينا نحكي، معناته إنه في تحديات كثيرة للإنسان خلال فترة عمله، كيف ممكن وعلى أي أساس بده يحط أولوية إذا مثلا في عنده القرض وفي عنده الضمان الاجتماعي وفي عنده بعض الضرائب وغيرها، فكيف ممكن ينسق ماديا ويحط هذه الأشياء أولوية إذا عنده دراسة أولاد، إذا في عنده جامعات، في عنده بتعرفي يعني أعباء الحياة كثيرة. صحيح. وشو هي النسبة المناسبة؟ صحيح. وعلى أي مدى؟ إيش الفترات اللي بنحكي عنها؟ هلا بالعاده زي ما حكيت لك سراء، بنبلش احنا كل شخص، سواء هي اسره او سواء هو شخص بشكل مفرد عم بيعمل التحضير للتقاعد تاعه، بده يتفرج على الميزانيه تاعته، بده يكون في عندي ميزانيه سنويه. هاي الميزانيه السنويه بتعطيني نحكي انديكيشن او دليل مؤشر على انه انا فعليا مصروفي بالسنه اوكي يتعادل او يتراوح بين مبلغ وبين مبلغ. هلأ على موضوع التقاعد دائما بدنا نتفرج، وهذا بآخر 10 سنين ما قبل التقاعد، يعني لنفترض شخص حابب يتقاعد. وهلأ إسراء إذا شايفة أنت في ناس كتير بتتقاعد على 30 على 40، هو مش تقاعد. على فكرة لفت نظر إنه في ناس كتير بتحب تتقاعد وتعمل مشاريع خاصة. صحيح. يعني عم بيروحوا بينتقلوا من فكرة إنه خلص خلصنا الأعباء الأساسية وبدهم يبلشوا زي ما بيقولوا هواياتهم مثلا. 100% يوفروها. فيعني وين بتيجي التخطيط لهذا الموضوع؟ يعني أنا حتى ديك اليوم شاركت واحدة يعني معلومة على الإنستغرام بتقول لك إنه 51% من الأشخاص اللي حاليا عمرهم 5 سنين بأمريكا رح يعيشوا ليوصل عمرهم 100 سنة، يعني عندهم احتمالية 50% يوصلوا ليوصل عمرهم 100 سنة بأمريكا. معناته الهيلث اللايف ستايل كلياتها، الكونديشنز اللي موجودة، صارت الواحد انه قدرته يعيش مدة أطول موجودة أكبر. فهذا إيش معناته الحكي؟ بدل ما تعيشي للستين أو يكون تقاعدك على 60 أو على 65، عم بيصير التقاعد على 80 على 75 80. ان شاء الله ما نقصر احنا للعمر الافتراضي، 100% يعني هلا بصير في فجوه كثير كبيره ايضا بين يعني الامم. صحيح. من ناحيه الثقافه اللي موجوده. صحيح. فاذا طلعنا على حالنا، هل بتحسي انه احنا ماشيين بنفس الطريقه؟ هلا احنا شوفي، بما انه العلم والتطور والتكنولوجيا والادويه وكل الشركات يعني عم تتطور واحنا عم نتطور مع هذا العلم، فمعناته انه نعم هاي فتره الحياه اللي ممكن انها تنمد عن جد ليصير الواحد عنده القدره بانه يعيش ل 100 سنه هيلثي، يعني يعيش بطريقه صحيه ل 100 سنه. فذلك يعني اني انا ما بوقف عطائي على 60، انا مش لازم التزم بسن التقاعد اللي موجود. فانا دائما افكر انه بعد سن التقاعد قديش بقدر اضلني اعطي، قديش بقدر اشتغل بمشاريع جانبيه. معناته بباب الثقافه، ثقافه الانسان مع نفسه، مع صحته، مع اولوياته، مع نوع العمل، حتى مع كونسبت التقاعد، حتى مع فكره اني انا خلص اذا وصلت على 60 او 65 انا لازم اقعد على جنب، انا ما عدت برتبط مع هذا العالم او عالم العمل. ولكن مو صحيح، يعني كثير بعرف اشخاص بوصلوا لعمر 65 صحيح انهم بيتقاعدوا من وظيفتهم سواء مجبورين من القطاع اللي هم بيتعاملوا فيه، ولكن ممكن يشتغلوا بالاستشارات، يعني ممكن يصير مستشار لبعض القطاعات. وانا بعرف كثير اشخاص يلي بوصلوا لهذاك السن وبيكونوا عندهم علم موجود زيهم زي الاشخاص. هلا فعليا الحياه الصعبه اللي عم نعيشها او الوضع المادي هو اللي عم بيحتم على كثير من الاشخاص، يمكن هو الدافع الاساسي انه يبلش حتى بعد التقاعد بنوع عمل مختلف. الى اي مدى الامور الماديه هي كانت حافز جيد بهذا الموضوع؟ فكره انه يضل عم بيمشي عشان يسد اعباءه الماديه هي صحيه فكره ما بعد التقاعد؟ هلا طول ما إسراء الواحد قادر بانه يعطي ويكون كان يقدر يكون معطاء، حتى بموضوع صندوق الادخار دائما بنقول لما صندوق التقاعد، حتى لما نقول لما توصل انت لمرحله عن جد تقدر انك تتقاعد فيها، لنفترض الى عمر ال 65 سنه، دائما انك تضلك تشتغل كمان 5 سنين تضيفهم على صندوق التقاعد تاعك افضل لإلك. يعني بالاخير بعد ال 70 رح يكون هذا الشيء بيرجع لك بعائد اكبر من انك فقط خلص انا اقرر اني اتقاعد على 65 وانا مو بحاجه لاني اتقاعد، لسه عندي قدره على العطاء بهذا العمر. صحيح. بس يعني فكره انه يكون هذا الموضوع خيار مش اجباري برضه بفرق. طبعا ممكن يكون خيار ممكن يكون اجباري. هلا الاجباري امتى بيكون؟ لما اكون انا خططت بالطريقه الصحيحه والسليمه لموضوع العمر بدي اتقاعد. يعني لنفترض اني انا وصلت لذاك العمر ولسه عندي قروض علي، لسه عندي اعباء ماليه علي، لسه في عندي اشياء معينه لازم اسكرها مثلا، التزامات معينه، فانا بس اوصل لهذاك الشيء، انا قررت بقراراتي بخلال هاي السنوات اني انا على سن التقاعد ما اقدر اتقاعد ب
بهدف هذا اني انا مش قادره اسكر عليه. ليان اذا كنا يعني واقعيين الى حد ما، الشخص اللي كانت خياراته كلها خطا بفتره مبكره من حياته، كيف بده يغير السياسه الماليه؟ اذا هو مثلا عنده مشكله في طريقه التعاطي مع المصاري بشكل عام، مع التخطيط المالي بشكل عام، هل في جهه او طريقه او حتى المؤسسات نفسها اللي بتقدم هاي الخدمات هي قادره على تنظيم اموره الماليه؟ هل قادره على يعني تقديم استشارات معينه؟ فاحنا بنفس اللوب يعني. صحيح. بنفس الدائره عم. صحيح. هلا شوفي اسراء، هي تتطلب ان يكون عندك الاراده، ومش بس الاراده بانك تعرف اني انا عندي مشكله، انا بدي اعرف انه انا عندي مشكله وبدي اقر باني انا عندي مشكله وبدي اخذ الاكشن. احنا دائما نقول اني انا بس اعرف اني انا عندي مشكله هو ليس حل الموضوع، الحل الموضوع اني فعليا انا ابلش انفذ هذا الحل، يعني ابلش افكر انه عن جد شو بدي اخذ. فهي احنا دائما نقول موضوع الادخار كل حدا بيعرف عنه، بس ليش ما حدا بيعمله؟ لانه بتطلب تغيير في نمط الحياه تاعك، بتطلب انك تتنازلي. ما الكافيه لتغيير نمط الحياه؟ ما يعني يعني بتتبعد يعني انك تتنازلي عن جزء من الحياه الترفيهيه اللي الواحد بيعيشها او بيشوفها بالافلام او بيشوفها على السوشيال ميديا، عشان عن جد اكون انا لا عم بخطط وانا عارف تبعيات الامور اللي بدي اياها. طيب بصوره سريعه، كنسبه اذا انا بدي ادخر، شو هي النسبه المناسبه كحد ادنى؟ خلينا نحكي نحكي الرول اوف ثامب اللي هي القاعده العامه اللي موجوده بالعالم، هي 15% من دخلي الشهري ولازم يقتطع ببدايه الشهر. اوكي، يعني انا كثير دائما بفضل انه نصيحتي هي تو اوتوميت البروسس، انا اعملها بطريقه مؤتمته ببدايه الشهر. 15% من دخلي تقام على جنب، تنحط على موضوع التقاعد. التقاعد زي ما قلت لك ممكن تنحسب بال 15% يا الضمان الاجتماعي يا صندوق التقاعد اللي موجود بالشركه، وبالاضافه لاني انا يكون في لي خلص مكان اني استثمر فيه. مزنوقه مدينه مدينه وما اكملهم على الاقل، اطمن انه على الاقل المستقبل 100%. واحنا عندنا يعني شوفي بال 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 بالوطن هون عندنا بعض الحلول اللي هي بتساعدك على موضوع التقاعد، يعني الضمان الاجتماعي بيساعد على موضوع التقاعد، بعض الشركات هي كمان بتساهم، يعني بتساهم بنسبه اعلى من النسبه اللي انت بتساهمي فيها عشان يقدروا يساعدوا فيها. شكرا ليان الصالحيه على كل هذه النصائح، بنتمنى فعليا انه الناس تاخذ بعين الاعتبار اولويه هذا الموضوع. شكرا لوجودك معنا، صباح الخير.